كنت قاعدة في مرة مع عالم من العلماء الأجلاء وشيخ يعني كبير وحد معروف جدا لكل الناس، نصحني نصيحة واحدة بس، قال لي عليكي بلا إله إلا الله على الأقل 1000 مرة كل يوم. إشمعنى لا إله إلا الله؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ده أصلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن أفضل كلمة جاء بها النبيون والمرسلون هي لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير ما جئت به أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. عشان كده في كتير من الناس مش فاهمين يعني إيه لا إله إلا الله، وللأسف الشديد كتير من المسلمين مش بيعملوا لا إله إلا الله في حياتهم. صحيح. يعني لا إله إلا الله مش كلمة، لا إله إلا الله وخلاص يعني. طبعا لا، ده هي معناها أولا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بننفي كل الشركاء وأي آلهة مزعومة، ونوحد ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي شهد لنفسه بذلك. قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا ربنا شهد بذلك والملائكة وأولو العلم، يعني ربنا شهد بنفسه. طبعا يشهد الله تبارك وتعالى لكي نشهد نحن، والملائكة تشهد لأنها عند الله تعبد الله تبارك وتعالى. صحيح. حيث أمرها. ومين كمان؟ أولو العلم يا أستاذ رباب. يعني إيه أولو العلم؟ يعني اللي ربنا عطاله الفهم الصحيح. الإنسان الذكي الحكيم اللي عرف حقيقة الدين والإسلام هو اللي حيقدر يعمل لا إله إلا الله في حياته، ما يتعبدش إلا لله ولا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا، وتبقى حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عشان كده بنقول لا إله إلا الله مش كلمة بنسمعها في الأذان وبس، لا ده لازم نحققها حتى في عبادتنا. طب يعني إيه حياتي كلها لله؟ حياتي كلها لله. لأن نعيش حياتنا لنفسنا، نعيش حياتنا لنفسنا، نولدنا ونكبر ونربي ونشتغل ونجري وننسى، يعني للأسف ننسى الطاعات وننسى العبادات. يعني إيه حياتي كلها لله؟ طبعا الإنسان وقف لله لأن خلق من أجل هذه العبادة. أنا أول مرة أسمع كلمة الإنسان وقف لله. طبعا الوقف دايما بنسمعه على حاجة عمل خيري، على بيت، على أرض، يقول لك دي وقف. إنما إن الإنسان وقف لله دي أول مرة أسمع كلمة. لا، هو الإنسان يا إما يكون وقف لله يا إما يكون وقف حال. يا ساتر يا رب، ربنا يجعلنا منهم. هو وقف لله لأن لابد إن هو يكون حيث أمره الله وبعيد عن ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان خلق من أجل مقصود. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ليعبدون هنا معناها أن أنا أوحد ربنا، وأن أنا لا أشرك بالله شيئا، وأن أنا أؤدي الواجبات والأوامر اللي ربنا أمرني بيها، وأبتعد عن كل النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها. ساعتها يبقى أنا بقيت وقفي لله. ساعتها لما أنا يبقى أنا أقول لزوجتي وأقول لأولادي أنا عايزكم أنتوا كمان تكونوا وقفي لله في أن إحنا نحيي طاعة ربنا في بيوتنا، في حياتنا، في شغلنا، في دراستنا، في كل شؤوننا. الموضوع مش موضوع أن أنا أقف في الصلاة وخلاص. نحتسب لله. نحتسب لله. مرة سمعت جملة جميلة قوي من واحد يعني شيخ برضو كان بينصح الستات، وانت شايفة تطبخي احتسبي ان ده بتعمليه لوجه الله لاولادك، ان كذا للتنظيف لله. احنا بنعتبر دي علقه وبنعتبره عقاب، تمسح وتكنس تطبخ وكذا. لو هي بتعمل كل حاجه من حاجه البيت وبتلبس ولادها وصحيه الصبح، الناس يعني من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل بقى الصحيان بدري في، في الشتاء بالذات. فكل ده لو احتسبته لله يبقى هي بتنفذ. حزين على كلامك، حاجه مهمه جدا ويمكن هتستغربي. تعرفي ان انا لو اكلت وشربت بنيه ان ربنا قال وكلوا واشربوا، يبقى أنا باخد بأمر ربنا، هاخد أجر وثواب على الأكل والشرب، مش حاملة بطني وخلاص وأشبع. الموضوع موضوع إن أنا لو عملت حتى دي ممكن أخد فيها ثواب؟ طبعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصي، طالما ربنا أمرنا بحاجة فأنا ممكن أعملها لأن ربنا أمرني بيها. صحيح. طالما هي حاجة طيبة وفي مصلحتي. صحيح. وممكن أعملها لأن عادة يومية، لو عملتها عادة يومية أنا آسف أجرها منقوص شوية. إنما لما أعملها زي حضرتك بتقولي كده، واقفة في المطبخ تحتسبي وقفتك، بتساعدي زوجك، بتحتسبي المساعدة، بتلبسي حجابك الصبح قدام المراية، أي عمل خير تحتسبيه إن أنت بتعملي طاعة لله. يعني قال لي حاجات كتيرة الحقيقة عجبتني جدا.